السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما فيما بعد، قبل ما أبدأ هذا الفيديو، أتمنى السلامة والعافية لبلادنا بداعي الحرائق التي تداهم الجزائر في عدة ولايات. نتمنى أن هذه الحرائق أنها تزال بحول الله تعالى في أقرب وقت. وبالتالي أبدأ هذا الفيديو هو أن دفع الملف في طلبة الأعزاء الجامعي سيكون في سبتمبر، النقل والإقامة والمنحة والتسجيل الجامعي أيضا. فبالتالي التسجيلات الأولية تكون عبر الموقع البروغرس، روحوا سجلوا في النقل وسجلوا في المنحة وسجلوا في أيضا في الإقامة. بعد ما أنكم تخلصوا التسجيلات، أنه تنتظرون بالنسبة للإقامة أنكم تشوفوا وين دزوكم، مش من إقامة دزوكم، فبالتالي أنكم تطبعوا هذيك الاستمارة. بالنسبة للدخول الجامعي سيكون في بداية شهر أكتوبر، لأن هناك الكثير من الجامعات لم تنهي الامتحانات الاستدراكية، فبالتالي من شهر أكتوبر أنه يكون الدخول الجامعي. ونظام التدريس سيكون عبر الدفعات كما قلت لكم، والتعليم عن بعد، فبالتالي كل جامعة عندها نظام الدفعات الخاص بها، وراني شرحت لكم هذا الأمر من قبل. أتمنى أنكم فهمتوا. بالإضافة أيضا هو أنه دفع حقوق التسجيل ستكون في التاريخ الذي قد وضع في شهادة التوجيه، تدفعها عبر السي سي بي أو عبر البطاقة الذهبية، وسيكون الدفع عبر الموقع. وراح نفهمكم إن شاء الله لما يفتح الموقع، راح نفهمكم كيف تدفعوا حقوق التسجيل متمثلة في 20,000. وإلى اللقاء.